قبل ما نقول اي حاجه، لو انت بتشوف الحلقه دي كاول حلقه ليك، لازم تشوف الجزء الاول عشان تفهم الجزء التاني بيتكلم على ايه. بس سريعا قبل ما ابدا الفيديو، حابب اوصل معلومه بسيطه جدا. كلنا بنشوف ان جوده الصور في اول الفيديو بتبقى ضعيفه جدا، وده طبعا علشان احنا بنجيب القصه من البدايه وحتى النهايه، وطبعا بدايه القصه تبقى اغلبها من اكتر من 20 سنه، فالكواليتي او الجوده بتاعت الصوره بتبقى ضعيفه لان الكاميرات من 20 سنه ما كانتش زي الوقت الحالي. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. وعشان ما اطولش عليك، احنا كنا اتفقنا ان الموسم ده كان موسم دوري سيد عبد النعيم، فاكيد انت كده عرفت القصه يعني. والقصه يعني ان الدوري اللي فاز بيه الزمالك في اخر مباراه بعد خساره الاهلي من فريق كده كان لسه صاعد اسمه انبي، وابراهيم يلعب في الموسم ده ما يقرب من 8 ماتشات ويصنع فيهم 4 اهداف. وبعد المواقف اللي حصلت دي وقبل ما الموسم يخلص مع الاهلي، يكون عقد ابراهيم انتهى ويحق ليه الانتقال لاي نادي. وساعتها هو علشان مثير للجدل، مش هينفع معاه غير اكتر شخص مثير للجدل في مصر، وهو يعني مرتضى منصور. وفعلا يتم التعاقد مع الزمالك وهو لسه بيلعب مع الاهلي، وهو حتى كان اتكلم على ان الخطيب كلمه وقت الامضى بالظبط، وكان عارف انه هيمضي للزمالك وقال له ما تمضيش وبكره تعالى نتفق. وحتى بعد ما مضى للزمالك قال ان عادل القيعي واكرامي وثابت البطل حاولوا انه يتفاوضوا معاه، ولكن ساعتها هو قال لهم انا خلاص مضيت في الزمالك. ودي بقى من اجرى المواقف اللي شفتها في حياتي للاعب مصري انه يقدر يعمل كل ده بالطريقه دي. وبقول لك ايه، اعمل لايك بسرعه قبل ما حد يشوفها. المهم موسم 2004 2005 يكون الاول لهم على الزمالك، ويلعب ساعتها 19 مباراه ويسجل هدفين ويصنع هدف وينهي الدوري في مركز كارثي وهو السادس. وطبعا علشان هو مثير للجدل، مش هيسيب مباراه زي مباراه القمه بين الزمالك والاهلي غير لما يسيب بصمه، وفعلا بصمته تكون الطرد بعد ضرب شادي محمد في اخر مباراه. والموسم اللي بعده يلعب 13 مباراه ويسجل هدفين ويصنع زيهم، ويخرج من نهائي كاس مصر ضد الاهلي ويخسر الدوري ضد الاهلي، وتجيله استدعاء من الكابتن حسن شحاته لبطوله افريقيا 2006 اللي ظهر فيها ابراهيم سعيد بشكل مميز جدا. ومش هو بس الحقيقه اللي ظهر بشكل مميز، ده الجيل كله بصراحه. المهم ابراهيم سعيد يلعب البطوله بكل تركيز وكانه بيصالح الجماهير المصريه بعد تصرفاته العجيبه دي. بس المهم علشان هو ابراهيم سعيد، فاكيد مش هينهي البطوله كده غير بايه بقى؟ ايوه، انه يعمل حاجه يثير بها الجدل. يقوم يتفق مع الكابتن حسن شحاته، لو وصلنا في النهائي ضد كوت ديفوار لركلات الترجيح اعمل تبديل وخرجني، علشان انا ما صدقت الجماهير ترضى عني، فمش عايز ابوظ كل ده. وطبعا ده كله في حاله انه ضيع ضربته. المهم يلعب لحد الدقيقه الاخيره في الوقت الاضافي، ولقي ان الكابتن حسن شحاته منفض له ومش هيبدله. راح ساله قال له يا كابتن بدلني، قال له لا لا ما تقلقش هخليك تشوط اخر ضربه. راح ابراهيم سعيد ساعتها اتجنن واترمى على الارض وعمل فيها مصاب. ويمكن احنا قلناها قبل كده، وجاء قال يا كابتن احنا لو في وسط اللعب في وسط الملعب لو احنا هنوصل لضربه الجزاء انا مش هشوط. ده ابراهيم سعيد ده ولا مين؟ مثلا ابراهيم سعيد. وبعدين ابراهيم سعيد عمل ان هو مصاب عشان يطلع، عشان ما يبقاش هو امام الامر الواقع. أيوة. وانا فاهم كده وطلعته. لان انا مش ما تقدرش تجبر لعيب، يبقى صحيح. انت بتجبر لعيب، يبقى انت النهارده بتخلص عليه وبتخلص على نفسك. صحيح. فهو لما عمل مصاب طلعته على ايوه، وفاهمين احنا كلنا فاهمين. عمل ان هو مصاب طلعته، لان هو قبليها بيقول لي كده. فانا قلت لا، ده هو عشان ما يتحطش في موقف محرج وموقف مش كويس. وطبعا لو عجبك فكره الفيديو ما تنساش تعمل لايك. وفعلا اتبدل ونزل مكانه عبد الحليم علي، وسبحان الله بقى الذي لا اله الا هو، ينزل عبد الحليم علي ويضيع ضربته، وكان القدر بياكد لابراهيم سعيد ان قراره كان صح 100%. المهم بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي، يرجع مع الزمالك ويلعب في نص موسم 8 مباريات، وبعدها يجي له عرض من نادي ريزا سبورت في تركيا. وطبعا ممدوح عباس ساعتها كان رئيس النادي. ومين بقى اللي جاب ابراهيم سعيد؟ مرتضى منصور. ومين مش بيطيق مرتضى منصور؟ ممدوح عباس. فاكيد وافق على العرض بكل سهوله ومشي ابراهيم سعيد لان مرتضى منصور اللي جايبه. وساعتها يكمل نص الموسم الثاني هناك ويسجل هدفين ويصنع هدف ويعمل اداء مميز جدا، لدرجه ان جاله عرضين من جلطة سراي وانقره جوجو. وطبعا كان هيروح جلطة سراي بس النادي طلب رقم كبير جدا، فراح انقره جوجو على سبيل الاعاره باحقيه البيع. المهم يلعب هناك في نص الموسم 9 مباريات ويتصاب، وبعدها تجيله استدعاء من الكابتن حسن شحاته للمنتخب وهو متصاب في امم افريقيا 2008، وما لعبش اول ماتشين في البطوله، ويشارك في 4 مباريات ما يقرب من 20 دقيقه. لا لا لا، مش 20 دقيقه في الماتش، لا ده 20 دقيقه في ال4 ماتشات. وده ليه بقى؟ لانه كان بديل، والاصابات مخليه الكابتن حسن شحاته ينزله وقت التامين. يعني مباراه انجولا نزل في الدقيقه 89، والنهائي ضد الكاميرون نزل في الدقيقه 89 مكان ابو تريكا. وبعد تدويج مصر بالبطوله رجع على انقره جوجو، لقاهم غيروا المدرب، والمدرب الجديد عامل توليفه من اللعيبه وهو مش فيهم، فكان بينزل بديل في اوقات قليله يعني. ومن الاخر كده هو ملوش مكان معاهم، فجاله عرض من الاسماعيلي ويرجع مصر عن طريق اسماعيليه، ويلعب 10 مباريات ويسجل هدف ويخسر الدوري ضد الاهلي في النسخه الاقوى من حيث التنافسيه، ويكون في المركز الثاني. والموسم اللي بعده يلعب 4 مباريات، وبعدها يجيله عرض من اهلي طرابلس الليبي، ويلعب هناك 12 مباراه وما يكملش، ويرجع على الاتحاد السكندري ويلعب مباراه واحده ويقرر الاعتزال ويختفي. وفجاه في 2016 يفوجئ انه مدرب لجولدي، ومش بس مدرب، لا ده كمان لاعب في جولدي. وبعدها ينهي مسيره كرويه دامت اكتر من 14 سنه. بس ده بقى كله ورقيا، انما واقعيا هو لعب ما يقرب من 141 مباراه مع الانديه، ودي ارقام 3 او 4 مواسم للاعب عادي يعني. بس المثير للجدل بقى، ما ينفعش يبقى زيه زي اللعيبه الطبيعيه. المهم لو اتكلمنا
اتكلمنا عن مسيرة ابراهيم سعيد اللي لقى فيها ما يقرب من 141 مباراة، بداية بالاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد، وطبعا في انجلترا ايفرتون، وفي تركيا انقرة وريزو سبور، واللي سجل فيهم 17 هدف وصنع 15، واخد فيهم 2 دوري مصري وسوبر مصري ودوري ابطال افريقيا وسوبر افريقيا. ولو رحنا مع ارقامه في المنتخب اللي لعب فيها 49 مباراة وسجل هدفين، وفوزوا بكأس افريقيا مرتين 2006 و2008. في النهاية موهبة ابراهيم سعيد ما يختلفش عليها اثنين، ولكن ظلمه لنفسه او عدم وجود الشخصية الاكبر اللي دايما توجهه يخلي تاريخ ابراهيم سعيد اقل بكتير من المتوقع، لان ابراهيم سعيد كان موهبة كبيرة ومختلفة. وبس يا سيدو كده وصلنا لنهاية الحلقة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، قول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.